بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع لقاء هذا اليوم الطيب المبارك. هذا اللقاء يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أهلا ومرحبا بشيخنا الكريم، حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بتفسير الآيات المباركات في أواخر سورة الحج، في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات الكريمات يقيم الله جل وعلا البرهان القاطع على وجوب عبادته، على وجوب توحيده وإفراده بالعبادة، وهو أنه الخالق وحده، فالذي يخلق هو الذي يستحق العبادة دون من سواه ممن لا يخلق ولا يرزق. فالله سبحانه وتعالى هو الخلاق وهو الرزاق ذو القوة المتين المستحق للعبادة دون ما سواه، وما سواه فهو مخلوق وضعيف لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا. ولهذا قال جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فهذا برهان قاطع على وجوب إفراده جل وعلا بالعبادة. قال تعالى: يا أيها الناس، هذا نداء لجميع الناس، العربي والعجمي والعلماء والعوام والحذاق والصناع والمخترعون والأطباء، كل الناس تحداهم الله جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. مثل على عجز هذه الآلهة المعبودة من دون الله، ضرب مثل فاستمعوا له، أنصتوا لهذا المثل وتأملوه. والله جل وعلا يضرب الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، أما غير العالمين فإنها تمر عليه ولا يلقي لها بالا. فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله أيا كانوا،
سواء من الملائكة أو من الأنبياء والمرسلين أو من الأولياء والصالحين أو من الجن والإنس أو من الأشجار والأحجار والأصنام، كل معبود، أو من الأموات، كل معبود من دون الله يدخل في هذا. إن الذين تدعون من دون الله، يعني غير الله، لا يخلقوا، لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا، هذا نفي، لن يخلقوا ذبابا ولو حاولوا ولو اجتمعوا له. وأصغر شيء هو الذباب، وأضعف شيء هو الذباب، ومع هذا لو اجتمع حذاق العالم وصناع العالم وعقلاء العالم على أن يخلقوا هذه الحشرة ما قدروا على ذلك، مما يدل على أن الله هو المنفرد بالخلق. خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وخلق ما دونها، فلا أحد يخلق مع الله. إذن لا يستحق العبادة إلا الخلاق القادر على الخلق. لن يخلقوا ذبابا، ولن، هذه للمستقبل، تحدي قائم إلى أن تقوم الساعة. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، واستعانوا بالخبراء وبالأطباء وبالمهندسين وبالمفكرين وبالعلماء، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له كلهم. هذه المعبودات كلها لن تخلق الذباب. وإن يسلبهم الذباب شيئا، يأخذ الذباب منهم شيئا، لن يستطيعوا أن يستنقذوه منه، أن يستردوا ما أخذه هذا الذباب. وهذا ينطبق أيضا على الأصنام من باب أولى. الجمادات على ما يوضع عليها من أطياب ومن أشياء ثمينة، لو أخذ الذباب منها شيئا ما استطاعت أن تسترده، دل على أنها مخلوقة ضعيفة لا يصلح تصلح للعبادة. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. نعم، هم يصورون الصور والأشكال، متفننون في صناعة الصور على أي حيوان وعلى أي إنسان، ولكنهم لا يستطيعون أن ينفخوا فيها الروح ويحركوها ويبعثوا فيها الحياة. هي صور جمادات على أشكال مختلفة من الناس ومن الحيوانات ومن، لكن هي جامدة. فإذا كانوا صادقين في أنهم يقدرون فلينفخوا فيها الروح. ولهذا يقال للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، من باب التعجيز لهم، يوبخون بذلك. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب وهو الصنم، والمطلوب وهو الذباب. ضعف الطالب والمطلوب، فالمشرك ضعيف والمعبود ضعيف أيضا. ضعف الطالب والمطلوب. ثم قال جل وعلا: ما قدروا الله حق قدره، ما عظموه حق تعظيمه، ولا عرفوا قدرته سبحانه وتعالى وعزته واستحقاقه للعبادة حيث عبدوا غيره، ما قدروه حق قدره. فالمشرك لم يقدر الله حق قدره، وإن عرفه وأقر به فطرة، لكنه لما لم يعبده لم يقدره حق قدره. إن الله لقوي عزيز. أما هذه المعبودات فهي ضعيفة، أما الله فهو القوي المنفرد بالقوة الذي لا أقوى منه سبحانه وتعالى، فهو المستحق، هو الخلاق وهو القوي
والعزيز الذي لا يمانع ولا يغالب سبحانه وتعالى، إن الله لقوي عزيز. ثم قال جل وعلا مبينا منته وفضله على عباده أنه يرسل إليهم الرسل لتعلمهم التوحيد، تعلمهم العبادة التي تصلهم بالله عز وجل. الله يصطفي يعني يختار من الملائكة عليهم الصلاة والسلام ومن الناس، فالرسل يكونون من البشر ويكونون من الملائكة، يأتون بالوحي من عند الله عز وجل لما يصلح أعمال، لما يصلح أحوال العباد. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا أيضا برهان آخر، وهو أن الله يعلم ما مضى وما يأتي، ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم الماضي والحاضر والمستقبل. وأما هذه المعبودات فلا تعلم شيئا، لا تعلم شيئا، وأما الله فهو يعلم كل شيء ماضيا وحاضرا ومستقبلا، ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. الله سبحانه وتعالى المنفرد بالعلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ثم قال وإلى الله وحده لا إلى غيره ترجع الأمور، أمور العباد كلها، مؤمنهم وكافرهم، أولهم وآخرهم، ترجع إليه أمورهم فيحكم فيها سبحانه وتعالى بعدله ولا يظلم أحدا. فمردنا إلى الله جل وعلا، ومرد كل أحد إلى الله، المؤمن والكافر والمطيع والعاصي، كلهم مردهم إلى الله جل وعلا يحاسبهم ويجازيهم. ثم قال جل وعلا موجها عباده المؤمنين، لأنهم هم الذين يمتثلون أمره، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، أي صلوا، عبر عن الصلاة بركني الركوع والسجود، لأنهما أعظم أركانها، لما فيهما من الخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى والذل بين يديه. اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. فالدين شامل، ومن أعظم الدين الصلاة، فهي داخلة في العبادة، ولكنه أفردها بالذكر اهتماما بها، مما يدل على أهمية الصلاة. ثم قال وافعلوا الخير، جميع أنواع الخير، كل ما شرعه الله جل وعلا لعباده فإنه خير، فافعلوا أنواع الخير مما تقدرون عليه لعلكم تفلحون، رجاء أن تنالوا الفلاح، وهو الفوز والنجاة من النار ودخول الجنة. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على تفسير هذه الآيات العطرة في أواخر سورة الحج. نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج لمن أراد الاتصال والسؤال لسماحة الشيخ، 011-80-88-3 011-80-88-3. شيخ صالح، رجل كبير في السن يتكلف المجيء إلى المسجد كل الصلوات الخمس، يقول هل الأفضل لي إذا جئت لصلاة الظهر أن أجمع العصر إليها في المسجد، أو أذهب إلى بيتي بعد صلاة الظهر وأصلي العصر في وقتها، علما يا شيخ بأنني إذا جمعت ربما أجد من يصلي معي؟ لا يا أخي، لا يجوز الجمع إلا للمسافر وللمريض وللمطر بين المغرب والعشاء، وأما أنت فلا يسوغ لك الجمع،
تصلي كل صلاة في وقتها، ما قدرت أن تؤديه في المسجد إنه يجب عليك ذلك، تجب عليك صلاة الجماعة في المسجد، وما لم تقدر على الذهاب إلى المسجد فصلي في بيتك وأنت معذور، صلي الصلاة لوقتها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أحرص على الحضور ولو أن تحمل على سيارة، وقد كان السلف كما قال ابن مسعود يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، فإذا أمكن مجيئك إلى المسجد وصلاتك مع الجماعة لتنال الأجر العظيم فهذا واجب عليك، إذا لم تستطع فصلي في بيتك، اتقوا الله ما استطعتم. نعم، أحسن الله إليكم الشيخ. إذ يقول أبو عبد الرحمن: إذا مات المحرم بعمرة أو حج فهل يكفن في ثوبي إحرامه كتكفين الميت غير المحرم، أو يكون تكفينه كحاله وهو محرم بهيئة إزار ورداء؟ نعم يا أخي، هذا حصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن رجلا من المحرمين مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة سقط عن راحلته فوقصته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه، يعني ثوبي الإحرام، ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، لأن المحرم لا يغطي رأسه، ولا تمسوه طيبا لأنه محرم، الطيب محرم على محظور من محظورات الإحرام على المحرم، ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالمحرم بعمرة أو بحج إذا مات في إحرامه يكفن في ثيابه ويحافظ على محظورات الإحرام، لا تفعل معه لا الطيب ولا تخمير رأسه ولا يلبس المخيط، يكفنه في ثوبيه، يعني في ثوبي الإحرام، فهو محرم ويبعث يوم القيامة محرما، يلقى ربه جل وعلا وهو محرم. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج مرة ثانية: 80 88 3 أصفار، قبل الرقم مفتاح 011. فضيلة الشيخ، وصلنا هذا السؤال: امرأة تقول بأنه مات زوجها وخلف بنتا صغيرة، فهل لهذه المرأة أن تقوم على مال البنت بالحفاظ والعناية والرعاية؟ هذا تراجع فيه المحكمة، تقيم على البنت وليا من أمها أو غيرها ممن يصلح للولاية عليها ويحفظ مالها. نعم، يقول هذا السائل: إذا أردت أن أصوم سواء كان ذلك فرضا أم نفلا أحرص على أن أقوم لتناول طعام السحور، لكنني يا شيخ كثيرا ما أغفل عن استحضار النية في تناوله، فيكون همي أن لا أجوع في أثناء النهار، هل أثاب على حرصي على تناوله؟ يا أخي، إذا قمت تنوي الصيام وتسحرت فهذه هي نية الصيام الحمد لله، وأنت مأجور في هذا، والصيام إنما ينعقد بالنية وسائر الأعمال، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نويت عند طلوع الفجر الصيام سواء أكلت أو لم تأكل فإنه يبدأ الصيام، هذا في الفرض. وفي النفل لو لم تقم أو لم تنوي الصيام إلا من النهار ولم تأكل ولم تشرب بعد الفجر صح صيامك، أما الفرض فلا بد أن تنويه من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. نعم، نأخذ أول الاتصالات من الجوف. هايل معنا على الخط.
تفضل ابتعد شوي عن التلفزيون واسمعنا من الهاتف يا هايل. هايل قصر التلفزيون، تفضل وارفع صوتك. حاضر طال عمرك. تفضل. حاضر طال عمرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير. يرتداد. طيب. هذا طال عمرك عندنا مثلا يعني مسافرين نبغى نقصر صلاة الظهر مع العصر. يعني هل يجوز الناس مثلا الساعة 3 يعني يجوز قصرها أو لازم يكون مع وقت الصلاة بوجوب الصلاة؟ طيب شكرا يا حبيبي. إذا سافرتم قبل الظهر، خرجتم من البلد قبل الظهر متوجهين إلى السفر، فإنكم تصلون الظهر والعصر جمع تقديم. وأما إذا وجبت عليكم الظهر وأنتم في البلد فلا بد أن تصلوها تامة، وأما العصر فتصلونها في وقتها، إذا دخل وقت العصر تصلونها مقصورة إلى ركعتين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول عندي يا شيخ صالح أرض تجارية أنتظر ارتفاع الأسعار ونيتي بالبيع بإذن الله، إذا بعتها أشتري فيها بيتا لأني لا أملكه وليس عندي مال يكفي لشراء البيت لي ولأولادي، هل أزكي هذه الأرض؟ نعم، إذا نويت إذا شريتها تنويها للبيع وتم عليها سنة فإنك تثمنها في عند تمام السنة بما تساوي، ثم تخرج ربع العشر زكاة عنها، ولو كنت تنويها للبناء أو تنويها للزواج أو تنويها لأي حاجة، إذا حال عليها الحول وأنت تنويها للبيع وجبت فيها الزكاة في قيمتها. نعم. يقول السائل يا شيخ هل من عاد مريضا في المستشفى ولم يجده حيث خرج هل يكتب له أجر الزيارة؟ له ما نوى، له ما نوى، فإذا جاء يريد زيارة مريض ولم يجده فإنه له أجر الزيارة لأنه نواها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. فقرته الثانية يسأل يقول ما أبرز حقوق الوالدين وهل تختلف الأم عن الأب؟ حقوق الوالدين البر، البر بهما والإحسان إليهما والرحمة بهما خصوصا إذا كبرا، وتوفير حوائجهما والتلطف معهما بالقول وعدم رفع الصوت عليهما والإنفاق عليهما. حقوق الوالدين عظيمة، ولا شك أن حق الأم آكد لأنها حملت وأرضعت، لأنها حملت ووضعت وأرضعت وربت طفلها وهو صغير، فهي وصبرت عليه، فهي آكد من الأب في البر، كل منهما يجب له البر، ولكن الأم حقها آكد و حقها أكثر من حق الوالد، لما تقاسيه مع حملها وولادتها وإرضاعها وعولها للطفل الصغير في ملابسه في تطهيره من النجاسة في غير ذلك من أموره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال من أبر يا رسول الله أو من أحق الناس بصحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فجعل للأم ثلاث مرات وللأب مرة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. نأخذ أبو محمد من الخرج. تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. السؤال لو سمحت. تفضل. السؤال الأول ما هو الدعاء من السنة الذي بين الأذان والإقامة في الصلاة؟ طيب جاوب الشيخ. ليس فيه دعاء معين، تدعو بما تيسر لك. نعم. السؤال الثاني أبو محمد. عاش في الزمن زمن من أي دولة؟
العباسي أقول الإمام النووي هل هو من كبار الأئمة ومتى عاش في أي زمن؟ شكرا. نعم، النووي من كبار المحدثين والفقهاء رحمه الله، ومؤلفاته مؤلفات عظيمة ومفيدة، وهو عاش قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني وقته متقدم، وهو من علماء الشام ومن الأئمة المشهورين. نعم، أحسن الله إليكم. أبو عبد الرحمن، نعود إلى أسئلته. أرسل بسؤال يقول: إذا تعلق قلب الإنسان بسبب شرعي أو بسبب ثبتت به التجربة مع غفلته يا شيخ عن المسبب وهو الله عز وجل، هل يعد هذا من الشرك؟ نعم، إذا تعلق بالسبب ولم يتوكل على الله فإن هذا يعد من الشرك، لأنه اعتقد أن السبب هو الذي ينفعه وهو الذي يجلب له المطلوب، فلا يجوز هذا. يجمع بين التوكل على الله وفعل السبب المباح، يجمع بينهما، فلا يقتصر على التوكل على الله ويترك الأسباب، ولا يعتمد على الأسباب ويترك التوكل على الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ صالح حفظه الله. الأخت أم عبد الله تقول: يا شيخ، هل للأب أو الأم أن يتدخلوا في شؤون أولادهم، وذلك في الحياة الزوجية للأب للابن والشاب، وما نصيحة الشيخ للأبوين مأجورين؟ إذا كان الولد قاصرا ولا يحسن التصرف لنفسه فإن الوالدين يتدخلان في حفظ ماله ومصالحه، أما إذا كان الولد قد بلغ سن الرشد وهو يحسن التصرف فإنه يستقل بشؤونه. نعم، جزاكم الله خير. يقول هذا السائل الذي أرسل هذا السؤال بالفاكس: فضيلة الشيخ صالح حفظه الله، نحن نحبكم في الله وندعو لكم، وسؤالي بأنني سلفت شخصا مبلغا من المال مع علمي أن من عادته أن يرد بي أكثر مما تسلفه مني، فهل يعد هذا قرضي؟ هل يعد له من القرض الذي جر نفعا؟ القرض الذي جر نفعا إذا شرطته عليه، فإنه يكون من القرض الذي جر نفعا، وأما إذا لم تشترطه ولكنك تعلم أنه يزيد في القرض عند الوفاء ويحسن القضاء فلا بأس بذلك، لأن الناس كانوا يقرضون النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه عليه الصلاة والسلام يحسن القضاء. نعم، الكلام على الشرط. نعم، طيب، أحسن الله إليك الشيخ. نأخذ اتصال من نايف من الطائف، تفضل يا نايف واسمعنا من الهاتف لو سمحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام يا شيخ عبد الكريم المجرم اللي ضيفك العزيز معالي الشيخ صالح الفوزان، وأقول حقيقة لدي مداخلتين وسؤالين. السؤال الأول عن سنن الفطرة يا معالي الشيخ، ما حكم سنن الفطرة وما وقتها؟ ما حكم سنن الفطرة وما وقتها؟ السؤال الثاني، طيب خلي الشيخ يجاوب عليه لحظة. سنن الفطرة يا أخي الختان وتوفير اللحية وقص الأظافر، وتوفير اللحية وجز الشارب وأخذ الآباط والعانة، يعني إزالة شعر الأبط وشعر العانة، ولا يمهل هذا مدة طويلة. قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقت لذلك إلى 40 يوما، لا تزيد على هذا، تطول الأظافر، يطول الشارب، تطول
شعر الآباط إلى آخره. فحافظ على سنن الفطرة. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني معالي الشيخ، بالنسبة للشيب الذي يظهر في جسم الإنسان وخاصة في وجه الإنسان، ما فضله؟ هل هو حقيقة يكون نور المسلم يوم القيامة؟ شكرا نايف. نعم، ورد إن الشيب نور الموحد، والشيب يغير، السنة أنه يغير ويصبغ بغير السواد، يصبغ بغير السواد، قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل بالنسبة للذهب، يقول: زوجتي منذ أكثر من 20 سنة عندها ذهب وهو الآن في الدولاب، تلبس هذا الذهب في المناسبات النسوية والحفلات، هل عليه زكاة؟ وما قول جمهور العلماء في ذلك؟ قول جمهور العلماء أنه لا زكاة فيه، ما دام يعد وينوى للاستعمال في المناسبات فإنه يعتبر مثل الملابس ومثل الدواب التي تستعمل، ليس فيها زكاة. نعم. طيب، يقول السائل: يا شيخ، اقترضت من شخص مبلغا من المال على أن أسدده له بعد سنة فلم أستطع، وأدخلته شريكا معي في تجارتي لأنه طلب مني ذلك ويكون الربح بيننا، ما الحكم؟ لا بأس بذلك، إذا تراضيتم على هذا فلا بأس بذلك، أن يعتبر الدين الذي في ذمتك يعتبره من مال الشركة، والربح على حسب ما شرطتما. نعم. أيضا وصلنا هذا السؤال، يقول فيه السائل: بما ينال المسلم الدرجات العلى أو العليا في الجنة، وما الكتب التي تعين على ذلك؟ الذي يعين على ذلك ليس هو الكتب وإنما الأعمال، فالدرجات في الجنة تنال بالأعمال، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون، فأهل الجنة يتفاضلون حسب أعمالهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل ويقول: ما الحكمة من خلق الجن والإنس، وما الأدلة في ذلك؟ الحكمة بيّنها الله جل وعلا في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم الله لعبادته، هذه هي الحكمة، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. له فقرة حول هذا ويقول فضيلة الشيخ: هل صحيح أن الجن يتلبس بالإنس، وما الأسباب التي تقي من ذلك مأجورين؟ نعم، الجن يخالط الإنس إذا سلطه الله عليه، أو الإنس آذى الجن، أو يعني أصابهم بشيء، فإنهم ينتقمون منه. ومس الجن للإنس ثابت بالقرآن، قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهم يخالطون الإنس في عقله وفي جسمه ويمرضونه وقد يقتلونه، فعلى المسلم أن يتحصن منهم بذكر الله وبالأوراد الصباحية والمسائية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أبو عبد الملك يقول: امرأة تقول بأنها تكره زوجها كراهة من الله لا تريده، لكنها تحملت البقاء معه حتى جاءت بمجموعة من الأولاد منه، تقول: هل يجوز أن أمتنع عن الفراش لأنني أكرهه، علما بأني نصحته بأن يتزوج بأخرى؟
اصبري على زوجك ولو كنت تكرهينه، لا سيما إذا كان له أولاد منك، اصبري على ذلك. ولا يجوز لك أن تمنعي شيئا من حقوقه عليك، ومن ذلك الفراش إذا طلبك فإنه يجب عليك الطاعة ولو كنت على ظهر قتب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالزوجة لا تمتنع من زوجها إذا أراد الفراش، بل تطيعه في ذلك، وهي على أجر إذا صبرت واحتسبت. نعم. أبو سليمان معنا على الخط، تفضل أبو سليمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. هل يجوز طلب علم الشرع في الكليات والجامعات الحسنين، حسن الدنيا والآخرة؟ وهل إذا جاهد الشخص نيته في الإخلاص في طلب العلم، هل الأبرأ والأحوط ترك العلم في الجامعات؟ يا أخي، يطلب العلم في أي مكان تجده، الجامعات وفي غيرها، ولا يكون عندك وساوس من وساوس الشيطان أو شياطين الإنس والجن الذين يقولون لا تطلب العلم لأنك قد لا تعمل به، ولا تطلب العلم لأن يصيبك الرياء، أو لا تطلب العلم لأنك تريد به الدنيا. اطلب العلم يا أخي، واعزم على هذا واصبر، والعلم خير، كل ما تعلمت فإنه خير ويهديك إلى البر والعمل الصالح. لا تترك طلب العلم مهما أمكن على أهل العلم، سواء الدراسة النظامية أو الدراسة في المساجد على العلماء. نعم. فضيلة الشيخ، هذه الوساوس والترددات عند كثير من الشباب، كيف نوجههم في هذا الموضوع؟ مثل ما ذكرنا، يتركون هذه الوساوس ولا يستمعوا لمن يثبطهم عن طلب العلم أو يحدث عندهم هذه الأفكار، فإنهم يعزمون على طلب العلم ويصلحون النية. لا أحد يتدخل بينك وبين نيتك، أحسن النية ولا عليك من الناس. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. كيف، يقول السائل، نوفق بين علم الأطباء الآن بذكورة الجنين وأنوثته وفي الآية الكريمة ويعلم ما في الأرحام، وما المخصص لعموم الآية الكريمة وما في الأرحام؟ يا أخي، الله يعلم أحوال الجنين، ما هو قاصر على أنه ذكر أو أنثى، يعلم أحواله، شقي أو سعيد، وهل يعيش أو ما يعيش، ويعلم أجله ويعلم عمله ويعلم كل أحواله. وأما الأطباء إذا أحدثوا هذه الآلات الكاشفة وهذه الأجهزة الكاشفة، فهم لم يعلموه، بمجرد أنهم أدركوا هذا بدون واسطة، أدركوه بواسطة الأشعة، فهذا ما في خفاء. وهذه حالة واحدة من حالات كثيرة من أحوال الجنين لا يعلمونها، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. حسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل يا شيخ، ما معنى الإخلاص؟ وإذا أراد العبد بعبادته شيئا آخر فما الحكم؟ إذا أراد بعبادته شيئا آخر غير وجه الله سبحانه وتعالى، فإن هذا شرك، هذا من الشرك في العبادة. فيخلص المسلم عبادته لله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فالإخلاص هو ترك الشرك وتجنب الشرك الأكبر والأصغر، وأن يكون القصد وجه الله جل وعلا. نعم. طيب، ناخذ أبو علي من الباحة، تفضل أخي. أبو علي، أقصر التلفزيون شوي أبو علي. نعم، التلفزيون قصر عليه وتفضل. قصر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير. يا طويل العمر، عم لي توفى وأخر بعده سنتين من البنات وزوجه، وإحنا عيال أخيه برضو الوالد توفى قبله، كم نصيب السنتين البنات ونصيب زوجته؟ يا أخي، راجعوا المحكمة الشرعية عندكم، هذا من اختصاص المحاكم. شكرا. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: هل اتخاذ الأسباب ينافي التوكل؟ وما حكم التعلق بالأسباب؟ مضى الجواب عن هذا قريبا، واتخاذ الأسباب لا بد منه، ولكن لا يعتمد عليها بل يتوكل على الله، يتخذ السبب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى في حصول المقصود. وإذا اعتقد أن السبب هو الذي يحصل له المقصود ونسي الله عز وجل فإن هذا شرك. نعم. أحسن الله إليكم. أم عبد الله تقول: سمعنا عن صلاة الحاجة، متى تؤدى وهل لها أصل في الشريعة الإسلامية؟ والله أنا لا أعرف هذا النوع من الصلاة ويحتاج إلى مراجعة. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: لي أولاد أعمارهم 12 سنة و9 سنوات و7 سنوات، تخاف عليهم هذه الوالدة ويصلون في البيت ولا تأمرهم أن يذهبوا مع إخوتهم الكبار أو مع الأب، تقول أخاف عليهم، ما رأي الشيخ في ذلك؟ أخطأت في هذا ولا يجوز لها هذا، ما دام لهم إخوة كبار أو والد يذهبون بهم إلى المسجد وهم قد بلغوا سن التمييز فإنها لا تمنعهم من هذا، إن منعتهم فهي أخطأت في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدي عليه قضاء من رمضان من سنوات طويلة ولا نعرف عدد الأيام، ونحن نريد أن نبره، ماذا يلزمنا نحن الأولاد؟ يعني أبوهم ميت؟ نعم. نعم، يجتهدوا في تقدير، يجتهدون في تقدير الأيام التي عليه ويحتاطون ويقضونها، وينفعه ذلك بإذن الله ويؤدي الواجب عنه. سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها نذرت أن تفعل كذا وكذا، فهل تقوم مقامها وتفعل هذا النذر لها؟ فقال اقضوا الله، الله أحق بالقضاء. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله، الله أحق بالقضاء. فإذا ماتت الوالدة أو الوالد أو أحد من الأقارب أو من المسلمين وعليه صيام فإنه يقضى عنه، نعم، صيام نذر أو صيام رمضان يقضى عنه وينفعه ذلك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. من السودان الأخ عبد الله يقول: هل ورد أحاديث في مزية النصف من شعبان، فنحن من عادتنا أن نصوم هذا اليوم؟ هذا بدعة، ولم يثبت في ليلة النصف من شعبان ولا في يوم النصف من شعبان، لا في قيام ليلها ولا في صيام نهارها، لم يثبت بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الأخت سلمى تقول: شيخ، كيف الوقاية من السحر؟ وهل السحر موجود الآن؟ وكذلك هل أصيب الرسول صلى الله عليه وسلم بالسحر؟ نعم، السحر موجود من قديم ويستمر، ابتلاء من الله جل وعلا وامتحان للعباد، وهو كفر تعلمه وتعليمه والعمل به كله كفر والعياذ بالله، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إنما نحن فتنة فلا تكفر، وما يعلمان من أحد حتى يقول، يعني الملكان، إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر، فدل على أن تعلم السحر كفر، فهو كفر تعلمه وتعليمه والعمل به واستعماله، لأنه من عمل الشياطين وتعليم الشياطين، ولما يكون فيه من الأضرار العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم سحر، أصابه السحر، سحره يهودي، حتى أن الله جل وعلا أرسل إليه جبريل وهو أحد الملائكة، فرقاه جبريل بسورة الإخلاص
بسورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، ودله على موضع السحر أنه في بئر كذا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من استخرج هذا السحر وأحرقه. فعلاج السحر يكون بالرقية ويكون بإتلاف السحر إذا عثر عليه. نعم. والرسول بشر عليه الصلاة والسلام، يمرض كما يمرض البشر، ويجوع كما يجوع البشر، وسحر كما يسحر البشر، يجري عليه ما ويموت كما يموت البشر، أو يجري عليه ما يجري على البشر. نعم. أحسن الله إليكم. نأخذ سعيد من الرياض، تفضل سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. مسي عليك ومسي عليك الكريم. الله يحييك، تفضل. الله. أزيل الصدى، أزيل الصدى. لو سمحت ابتعد يا سعيد عن التلفزيون، في صدى تردد. طيب تفضل. في أخو اللي يقول إنه وصى بجزء ماله الشفوي، هل يحق إذا قسمة الورث إنه يأخذ إنه يطلع ثلث المال؟ أو أنا ما مقتنع، لازم أطالب في ورا يعني وصية ورا خطية. طيب. ما أدري هل يحق له يأخذ ثلث المال أو ما يحق له. واضح؟ طيب. يا أخي راجعوا المحكمة الشرعية. راجعوا المحكمة الشرعية في هذه الوصية، فإن ثبتها القاضي فأخرجوها، وإذا ما ثبتها القاضي فالمال ميراث للورثة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أرسل بهذا السؤال عن تقارب الصفوف في صلاة الجنازة، هل هو مثل صلاة الفريضة؟ نعم، تقارب الصفوف في صلاة الفريضة وفي صلاة الجنازة وفي صلاة النافلة التي تشرع لها الجماعة، كله سواء، تتقارب الصفوف. نعم. فضيلة الشيخ يقول أيضا لملاحظات كثيرة عند الدفن، لعل فضيلة الشيخ يبين لنا السنة النبوية والهدي النبوي عند دفن الميت. السنة النبوية أن الميت يدخل القبر، يوضع على جنبه الأيمن موجها إلى القبلة، ثم يسد عليه اللحد باللبنات أو ما يقوم مقامها لئلا يتساقط عليه التراب، ثم يدفن القبر بترابه ويرفع عن الأرض قدر شبر مسنما حتى يعرف أنه قبر فلا يداس. نعم. يا شيخ، توزيع المياه واستقبال المعزين تحت مظلة بالترتيب أو بالدور، ما رأي الشيخ في ذلك؟ المظلة ممنوعة، وصدر من هيئة كبار العلماء قرار بإزالة الموجود منها ومنع إقامتها، فلا يقام مظلات في المقابر. وأما توزيع الماء فلم يكن السلف يعملون هذا، لا يوزعون المياه، ولا من احتاج إلى الماء يخرج ويشرب من خارج المقبرة، من البرادات، من المساجد. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل لأننا لو سمحنا بتوزيع المياه يمكن يوزعون أيضا الأطعمة ويوزعون الصدقات ويتوسعون في هذا، فلا يفتح هذا الباب. نعم. جزاكم الله خير. الزيادة في سعر السلعة في حال البيع لأجل بدون علم المشتري، لا بد يخبر المشتري، لا بد أن يكون الثمن معلوما للبايع والمشتري، ولا بأس بزيادة الثمن من أجل التأجيل، أليس البيع المؤجل مثل بيع الحال والنقد. نعم. الأخت أم إبراهيم تقول شيخ صالح، هل هذا الذكر صحيح؟ سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش. بعضه صحيح، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، والحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، كل هذا وارد والحمد لله. نعم. يقول السائل أحمد، يا شيخ، بالنسبة لحكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية بعد قراءة الإمام،
هل يجوز قراءتها بعد انتهاء الإمام؟ أفتونا رحمكم الله. إذا جهر الإمام بالقراءة فالمأموم يسكت، وإذا حصل له سكتات يقرأ فيها الفاتحة يقرأها في سكتات الإمام. وأما أن يقرأ والإمام يقرأ ويجهر الإمام والمأموم يجهران بالفاتحة فهذا يحدث اللبس ويحدث الخلل. نعم. أحسن. الله جل وعلا قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وهذه الآية نزلت في الصلاة. نعم. يسأل عن صلاة الفرد خلف الصف. لا تجوز، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لفذ خلف الصف. نعم. من الأسئلة التي وردتنا يقول السائل عن صفة تحريك السبابة في التشهد، نرجو التوضيح، مأجورين. ارفعها، ارفع السبابة إشارة إلى التوحيد. وأما التحريك إن أردت تحركها شيئا يسيرا فلا بأس، وإن لم تحركها فلا بأس أيضا، المهم أنك ترفعها عند ذكر الله إشارة إلى التوحيد. نعم. نأخذ خالد من مكة المكرمة، تفضل يا خالد. ألو يا أستاذ، أنا من 10 سنين كده طفت مع أهلي، وسنة مخلصة منها الطواف والعمرة ضيعت أهلي ولا كملت السعي، هل علي شيء يا شيخ؟ إيش يقول؟ نعم أعد السؤال شوي شوي يا أحمد. خالد، قبل فترة طويلة أنا اعتمرت عمرة مع أهلي وضيعت أهلي بس ما كملت السعي مرة. طيب اعتمرت بعدها؟ لا يا أستاذ ما اعتمرت. ها؟ لا ما اعتمرت. إلى الآن؟ لين الآن أستاذ الشيخ. أعد عليك ملابس الإحرام يا أخي وارجع إلى مكة وائت بالسعي، ائت بالسعي واحلق رأسك بعد السعي وتكمل عمرتك إن شاء الله. وإن كان حصل منك جماع في هذه الفترة فإنك تذبح شاة وتوزعها على فقراء الحرم. نعم. أحسن الله إليكم، شكرا يا خالد. يقول الشيخ: ما الراجح في مسألة دخول وقت صلاة الفجر حيث يبدأ المسلم أداء ركعتي صلاة الفجر؟ وهل من صلى قبل 20 دقيقة من الوقت المحدد بين الأذان والإقامة يكون صلى قبل الوقت ودخول الفجر الصادق؟ دخول الفجر يعرف برؤيته، برؤية الفجر، أو يعرف بالتوقيت، توقيت المعتمد في أم القرى. فإذا كان يرى الفجر بعينيه أو يعتمد على التقويم المعتمد فإنه يحكم له بصحة صلاته، فإذا طلع الفجر فإنه يصلي الراتبة ثم يصلي صلاة الفجر إذا كان وحده، أما إذا كان يصلي مع جماعة فيصلي الراتبة وينتظر حتى تقام الصلاة ولا يتنفل بغير الراتبة بعد طلوع الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ هذا السائل: من كسلي وتهاوني يفوتني الوتر في الليل، كيف أقضيه في النهار؟ تقضيه مشفوعا، إذا كنت توتر بثلاث تجعله أربعا بسلامين، إذا كنت توتر بخمس تجعله ستا بثلاث تسليمات. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته الوتر من الليل يصلي 12 ركعة بعد ارتفاع الشمس، وكان صلى الله عليه وسلم يوتر ب11، فيجعلها عليه الصلاة والسلام 12. نعم. هذا إبراهيم له مجموعة من الأسئلة، يقول: هل الدعاء يرد القضاء والقدر؟ الدعاء من القضاء والقدر فلا يتنافى مع القضاء والقدر، والذي
والذي قدر القدر وقضى القضاء وهو الله سبحانه وتعالى أمر بالدعاء، فلا تنافي بين الإيمان بالقضاء والقدر والدعاء. نعم. له سؤال آخر يقول: هل الذكر والدعاء ثلاث مرات عند الصفا والمروة واجب أو تكفي مرة واحدة؟ تكفي مرة واحدة، وحتى لو لم يتلفظ بشيء فإن السعي صحيح، لأن الذكر على الصفا والمروة والدعاء بينهما هذا سنة، إن حصل فهو أفضل وإن لم يحصل فالسعي صحيح والحمد لله. نعم. يسأل يا شيخ عن حكم جلسة الاستراحة، ومتى نقول الله أكبر، عند الرفع من السجود أم عند القيام من جلسة الاستراحة؟ الصحيح أن جلسة الاستراحة إنما تباح للعاجز الذي الثقيل في القيام كالكبير والمريض، فإنه يحتاج إلى جلسة الاستراحة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا لما أثقله اللحم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فهو فعلها لأجل الراحة ولم يفعلها من أجل التشريع كما يقول جمهور العلماء. والتكبير إذا قام إلى الركعة يعني يرفع من السجود ولا يكبر، يجلس لها، فإذا قام منها يكبر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل علي يقول: فضيلة الشيخ، أنا طالب في كلية الشريعة وأسأل عن نقل الفتوى لمن أفتاني في مسألة ما إلى الآخرين، هل لها شروط؟ يا أخي، المحتاج إلى السؤال يسأل أهل العلم، ولا تنقل له الفتوى، قل له اسأل أهل العلم، لأنك قد تغلط في الفتوى أو تفهمها على غير معناها، فأرشده ووجهه إلى أن يسأل أهل العلم. نعم. الأخت أم عبد الله تسأل يا شيخ بالنسبة للشاب الأطرم والأبكم والأبلة، هل هم مكلفون مثل غيرهم من المسلمين في أمور الشريعة؟ إذا كان عندهم عقل فهم مكلفون على حسب استطاعتهم، وإذا لم يكن لهم عقل فليس عليهم تكليف. نعم. تفضل يا خميس من الباحة. خميس. نعم. تفضل يا اخي. انا بغيت اكلم الشيخ عشان اليوم صليت العصر. ايوه. السلام. ولما غلبت الصلاه وجت رزقك ابي ما منصب قبل ما علم ان عندنا برد هنا، ما ادري يعني اعيد الصلاه الوضوء والصلاه. ايش وجد؟ عفوا يا خميس، خميس يا خميس، اعد السؤال شوي شوي، تفضل وارفع صوتك يا اخي. اليوم انا صليت العصر. نعم. يوم صليت وغلبت الصلاه الى نصف كعبي ما انصبغ بالماء، فما ادري انا اعيد الوضوء والصلاه ولا تكفي؟ تعيد الوضوء وتعيد الصلاه، لان صلاتك الاولى غير صحيحه لانك لم تسبغ الوضوء. نعم. في حدود الحرم، في الحرم هي؟ نعم. الشرايع هي في حدود الحرم؟ الشرائع، شرائع المجاهدين نعم داخل الحرم، أما شرائع البعيدة فهي ليس في خارج الحرم، والحرم عليه علامات الآن محددة على الطرق يا أخي. نعم. طيب، شكرا، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، هذا السائل صابر يقول: أرجو من فضيلة الشيخ إسداء نصيحة لمن يسرعون في سياراتهم في الشوارع، وخصوصا في الحارات والطرق السريعة حيث تموت أنفس من هذه السرعة الجنونية. الذي يقود السيارة يجب عليه أن يخاف الله في نفسه أولا، ثم يخاف الله في الناس والبهائم، فإنه إذا لم يحسن القيادة لا يقود السيارة لئلا يهلك نفسه أو يهلك غيره. ثانيا، لا يسرع السرعة الخارجة عن العادة، بل يتقيد، وأيضا يقف عند الإشارات ولا يقطع الإشارات،
فلا بد أن يتقيد بأنظمة المرور ولا يعرض نفسه ولا يعرض الناس للهلاك، فيتحمل الذمم ويتحمل النفوس على بسبب أن التهور في القيادة، أو أنه لا يحسن القيادة، أو في حالة لا تسمح له بالقيادة، هذا خطر. والسيارات سلاح، سلاح قاطع ونار أيضا، حديد ونار، فعلى قائد السيارة أن يحس بالمسؤولية الواجبة عليه نحو نفسه ونحو إخوانه ونحو أموال الناس. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه الأخت تقول: ما الأسباب المعينة على إصلاح سريرتي، وما رأيكم في الأسباب المعينة على ذلك؟ الخوف من الله عز وجل، من خاف من الله أحسن سريرته وظاهره وباطنه، فالخوف من الله والخشية من الله عز وجل هي التي توجب على الإنسان أنه يحسن، يصلح عمله ويصلح ظاهره وباطنه. نعم. تقول: أرجو أن تشرحوا لي الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، الآية واضحة أن من اتقى الله عز وجل فعمل بطاعته وترك معصيته واحتسب رضا الله واحتسب الأجر عند الله جل وعلا، فإن الله يرزقه من حيث لا يحتسب، أي من حيث لا ينوي ولا يخطر بباله. ومن يتق الله يجعل له، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو أي كافيه، فهي حسبه. فإذا توكلت على الله كفاك الله عز وجل ما يهمك، من يتوكل على الله فهو حسبه. فتقوى الله والتوكل على الله سببان من أسباب هذه المواعيد الكريمة من الله سبحانه وتعالى لمن قام بهما. نعم. نختم هذه الحلقة بسؤال من عبد الرحمن معنا على الخط. تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. عليكم السلام. هل يجوز للمؤذن أن يؤذن قبل أن يتوضأ؟ نعم، لا بأس بذلك. الوضوء يستحب للأذان، الطهارة يعني المؤذن يستحب له أن يؤذن وهو على طهارة، وإذا أذنه على غير طهارة صح أذانه. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول بسؤال أطرحه على فضيلة الشيخ، وهو قراءة أسماء الله الحسنى بعد أن نصلي، ما رأيكم فيها وهل هي من البدع؟ نعم، ما ورد في هذا الشيء أنها تقرأ بعد الصلاة، لكن تدعو الله بها، تقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، وهكذا، فتدعو الله جل وعلا. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا إلى الله جل وعلا بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ، من عادتنا بأننا نعد الطعام ونقوم بتوزيعه على الجيران وأهل المتوفى، ما رأيكم في عند موت الميت؟ أما توزيعه على الجيران هذا ما ورد فيه شيء، وأما صنعة الطعام لأهل الميت بقدر حاجتهم فهذا ورد به الدليل. قال صلى الله عليه وسلم: لما قتل جعفر، استشهد جعفر رضي الله عنه في وقعة موته: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. وصنعة الطعام لأهل الميت بقدر حاجتهم هذا سنة أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. شكر الله لكم فضيلة شيخنا الكريم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان العلامة، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في لقاء هذا اليوم. أيضا أثني وأشكر زملائي في مكتبة الشيخ يزيد محمد الماضي ومحمد عبد العزيز الحامد، كما أشكر فريق العمل جميعا من الفنيين والمخرجين في استوديو الرياض. هذا زميلي معجب
الدوسري يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.